أصبح عندنا اليوم هو أن تفتح المساجد. ليس هناك فتنة أعظم، فاللهم جنبنا فتن الدنيا والآخرة وفتنة الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير. أقل شيء نريده في هذه اللحظات، أقل شيء نريده هو أن تفتح المساجد. لاحظ على نعمة أعطاها الله لنا وهي الصحة، وقد ابتلينا بوباء. الله سبحانه الله عز وجل ابتلى هذه الأمة، وليس المغرب وحده بل العالم، العالم بأسره ابتلي بهذا الوباء. فكانت أمنية المغاربة في هذا الشهر العظيم وفي هذا الوقت بالذات هي أن تفتح المساجد، اللهم عافنا. وهذه كثرة الوباء أو ظهور الوباء هو من علامات الساعة الصغرى، فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. فكانت أقل أمانينا أن يفتح لنا باب مسجد في العشاء والفجر، في صلاة العشاء وصلاة الصبح، وأن نصلي التراويح. بعدما كنا نصلي ونحن مرتاحين جدا ونحن في غنى عن أي شيء، وكثير من الناس كانت لا تصلي، وفي رمضان كانت لا تصلي ولا تلتفت إلى الصلاة، فما حالكم اليوم وقد أغلقت المساجد في وجه المصلين؟ يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، ارجع إلى ربك قبل فوات الأوان، ارجع إلى خالقك قبل فوات الأوان. أمنيتنا اليوم، أمنيتنا اليوم وطلبنا الواحد اليوم هو أن تفتح المساجد لنصلي فيها التراويح. يا الله، يا الله، بعدما كنا نصلي وكنا إذا قال الإمام استووا واعتدلوا وتراصوا، اليوم لا يستطيع أن يقول حاد بين المناكب والأقدام. افهم كلامي جيدا يا تارك الصلاة، يا من تصلي وفي قلبك مرض، يا من تصلي وفي قلبك غل وحقد وحسد، يا من تصلي، أنا لا أقول تارك الصلاة إلى الإنسان الذي لا يصلي نهائيا، أنا أقول الذي ترك صلاته وراء ظهره وفي المسجد ويخرج أمام باب المسجد يبدأ بالسب والقذف والشتم واللعن. الإمام اليوم حينما تقام الصلاة يقول استووا واعتدلوا وتراصوا، ولن يستطيع أن يقول حادوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل أو الخلل، لأن فيه احتياطات احترازية وتباعد اجتماعي لتفادي فترة الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. بعدما كنا نطلب الله في المسجد وفي دعاء القنوت ويأتينا من كل حوب وصوب، مقرئون شباب، يأتينا من كل حوب وصوب مقرئون شباب نستمتع بقراءتهم وبدعائهم، فنخشع معهم، بل وتضرف العيون الدموع، بل وكم من شخص توفى وهو في صلاة التراويح، بل وكم من ممسوس شفي بإذن الله في صلاة التراويح، وكم من إنسان صرع في صلاة التراويح. فأصبحت أمنيتنا اليوم أن يفتح لنا باب مسجد لنصلي صلاة التراويح. لاحظوا الفرق، يا من تركت صلاتك هل أنت مرتاح الآن؟ يا من تركت صلاتك هل أنت مرتاح الآن؟ اعلم أن هذا الوقت سيمضي بإذنه جل وعلا.
أن هذا الوقت سيمضي بإذنه جل وعلا، وحينما تفتح المساجد سننظر أفارغة أم ممتلئة بالمصلين. نحن الآن في شوق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الدعاء وتفتح المساجد ونكمل فيها صلاة التراويح بإذنه جل وعلا. حينما تفتح المساجد ننتظرك يا من تركت الصلاة، ننتظرك لتصلي معنا ما بقي لك من رمضان، ننتظرك لتصلي معنا ما بقي لك في هذا الشهر الكريم. فهمت؟ ننتظرك، لأنني والله أحبك في الله وأريد لك الخير وأريدك أن تدخل للجنة. تعال لنتعاون أنا وإياك على الجنة، تعال لنكون متحابين في الله عز وجل، فنفوز بيوم لقاء الله عز وجل بالظل الذي سيظل الله عز وجل المتحابين فيه. تعال أيها الأخ الكريم، أيها العزيز الغالي، أيها الأخ الكريم، تعال واعلم أنني أحبك في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.